فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعلم أن يقبل هدية من طالبه؟ وهل يجوز أن يذهب إلى وليمة أعدها هذا الطالب خاصة من أجل معلمه؟ نعم، أما الهدية فلا يجوز أن يقبلها، لأن الهدية يملكها. أما أن يجيب الدعوة فلا بأس، لأن إجابة الدعوة لا يملك الإنسان فيها الطعام الذي يأكله، ولو كان لا بأس فيها. ولهذا أجاز العلماء للقاضي أن يجيب الدعوة ومنعوه أن يقبل الهدية، وهذا مثل. نعم، لكن ينبغي للمعلم إرفاقا بالطلاب أن لا يجيب الدعوة، لأنه إذا أجاب الدعوة لهذا ذهب الطالب الآخر يدعو، ربما يكون حاله ضعيفة ويتكلف، فالأولى له سد الباب.